عقد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل جلسة مباحثات مع السفير الصيني بالقاهرة سوانغ يوكو، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة في مختلف المجالات الاستثمارية وبصفة خاصة في القطاعات الصناعية. وقال الوزير أن المباحثات تناولت أهمية تعزيز الصادرات المصرية للسوق الصيني وتسريع وتيرة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للصين، خاصة بعد موافقة الجانب الصيني على نفاذ عدد من المنتجات الزراعية المصرية للصين. ومن جانبه قال سوانغ أيكوا إن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى حرص الحكومة الصينية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة.